السلام عليكم فاميلي، اهلا ومرحبا بكم فيديو جديد مع اخوكم جمال الفائي والطيبون والطيبات. اليوم عندنا واحد المراجعه لواحد تطبيق رائع، تطبيق جميل، وعندي لكم واحد المفاجاه غادي تعجبكم كاملين. هذا التطبيق حصل على اكثر من مليون تحميل، كذلك هو تطبيق منافس لتطبيق الواتساب، شبيه بتطبيق الواتساب، ان شاء الله غادي يكون منافس، علاش لا؟ واني فيه بعض الخصائص والمميزات افضل من تطبيق الواتساب. اول حاجه غادي ندخلوا بلاي ستور، غادي تكتبوا سيله وراء صله، نكتبوا حنا السيله، ندخلوا التطبيق هكذا، تضع على تحميل، تضغط على تحميل، موافقه، يقوم بتثبيت التطبيق، ننتظر قليلا. لقد قمت بوضع 5 نجوم، تطبيق رائع، لأني سبق لي أن قمت بتحميله، لذا أعيد الكرة أمامكم لكي تفهموا أكثر. سوف نتحدث عن الخصائص الرائعة التي يحتوي عليها هذا التطبيق ولا يحتوي عليه تطبيق الواتساب، ولماذا عليكم تحميل هذا التطبيق. والجميل أكثر كما قلت أنه تطبيق عربي، تطبيق 100% عربي كما تلاحظون هنا، أكثر من مليون تحميل. نضغط على فتح التطبيق، موافق كما تلاحظون هنا، ستيكرز أشكال عربية، تضغط على موافق يعني نفس. هنا تختار البلد، تضع هنا أسفل رقم الهاتف الخاص بك هكذا. والجميل أنك لا تنتظر كثيرا للتوصل بكود التفعيل، شاهدوا معي 60 59 58 59 59، هوب وصل. اوكي، انا سبق لي وضعت الصورة، الاسم جمال الفا، مجنون ولكن سعيد الحالة. اضغط على حفظ، يفتح التطبيق، ننتظر قليلا. كما تلاحظون هنا لقد سبق لي وأن قمت بعمل فيديو، ولكن هذا هو الفيديو الذي سوف ينشر على القناة. هنا خانة الشاط يعني المحادثة، هنا الجميل فيه أنك تجد أناس بالقرب من منطقتك، يعني هنا around me you may know، ربما تعرفهم، يعني هذا التطبيق يمكنك التحدث مع الناس بدون أن تمتلك رقم الهاتف الخاص بهم، ليس كالواتساب، يعني ناس يعني بالقرب من منطقة السكنية التي تقطن بها. هنا 16 كيلومتر أقرب، عندما الحد الآن 13 كيلومتر هكذا. تبعث له رسالة، نكتب مرحبا معك جمال ألفا. الجميل في هذا التطبيق أنه يحتوي على مجموعات، تضغط على خاصية مجموعات ترى العديد من المجموعات، مجموعة خاصة للمغاربة، كينج نتورك، الجنس اللطيف، سوف أعود بعد قليل. نفسي أحب وأتعب، البنات فقط، صور، صلي على النبي، تداول. المفاجأة هنا، وهنا أرقام الهواتف الخاصة بك، هنا يعني تختار أي مجموعة تحب الدخول معهم، تضغط على مثلا صلي على النبي جوين. بمجرد ان تضغط جوين لا تنتظر ان يقبل بك المدير او شيء من هذا القبيل، تذهب الى الشات، تجد بانك قد قمت بالدخول مع مجموعه. المفاجاه هنا انني قمت بعمل مجموعه اسمها مجموعه جمال الفا، هي مجموعه خاصه بالقناه، هذه مجموعه خاصه بقناه جمال الفا، ووضعتها في يعني بيبليك جروب، يعني مفتوحة للجميع، الجروب ممبر اند فيتشرز، يعني واحد هو انا لحد الساعة.
يعني وضعت هذه المجموعة لكي نجتمع. سوف أضع لكم في أسفل الفيديو رابط المجموعة اللي بغى يدخل معنا، حيت كنسمع بزاف ديال الناس يقولون جمال لما لا تضع لنا مجموعة في الواتساب لكي نتحدث ونناقش مواضيع ونطرح مشاكل ونتشارك ونتعرف على أصدقاء، لما لا؟ ها هي مجموعة، سوف أضع لكم رابط أسفل الفيديو. اللي بغى يدخل المجموعة غادي نكون أنا ديما معكم، راه ديما غادي نكون كونيكت معكم. كتبوا جمال ألفا، يعني الا كان عندكم التطبيق الجروب جمال الفا، ها هي غادي تلقاوها هكا. المهم نكتبوا بسم الله، يعني اول رساله في المجموعه. كنتمنى انكم انستاليو لابليكاسيون، كنتمنى انكم يعني توضعوا تقييم التطبيق 5 نجوم. علاش؟ انا شحال هادي ما درتش مراجعه للتطبيقات، واني ملي شفتو انه تطبيق عربي 100% كما تلاحظون. انا دابا يعني داخل الجروب ديال اف سي برشلونه. الجميل هنا ان يمكنك ان تضع ستيكرز كما تلاحظون، التعابير هي عربيه 100%. ستيكرز كذلك من حضرتك، طبعا نعم لا طيب شيشه دربوكه، العديد من ستيكرز الرائعين هنا، مكازين سجاده، يعني ستيكرز جميله جدا وهي عربية 100%، يعني محتوى عربي 100%. لذلك أرجو منكم دعم المحتوى العربي. سوف أضع لكم رابط تحميل التطبيق أسفل الفيديو. لا تبخلوا علينا بلايكاتكم، لا تبخلوا علينا بشير للفيديو، كذلك اشتراك على القناة إذا ما أعجبك الفيديو. الناس اللي بغاو يدخلوا معنا انستالو الابليكاسيون ودخلوا للجروب باش نضحكوا شويه نهضروا شويه، وكذلك علاش لا نديروا ميتينغ ان شاء الله، هما الميساجات دوك يوصلوا. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.